المباراة الأخرى ستجمع بين المغرب والبرتغال. المنتخب المغربي وبعد الأداء الرائع في الدور الأول وتأهله كأول المجموعة، والآن يصل إلى الدور الربع النهائي بعد أن تخطى عقبة الماتادور الإسباني بضربات الترجي، ويدخل التاريخ كأول منتخب عربي يصل لهذا الدور في المونديال. إرادة وصلابة المغاربة ستجد أمامها البرتغال المتأهلة على حساب سويسرا بنتيجة ثقيلة 6-1. المنتخب سبق أن تقابل مرتين، الأولى كان سنة 1986 في مونديال المكسيك، وفاز المنتخب المغربي آنذاك بنتيجة 3-1. أما الثانية فكانت في مونديال روسيا سنة 2018، وعاد الفوز للبرتغال بنتيجة هدف دون رد. المباراة ستكون صعبة للفريقين، فهل يواصل أسود الأطلس مغامرتهم ويحققون إنجاز آخر بوصولهم للدور قبل النهائية؟ أم أن بلوغ البرتغال نصف النهائي للمرة الثالثة في تاريخهم سيكون على الأراضي القطرية؟